مساء الخير، مساء الجمال، واهلا بيكم معانا في حلقه جديده من مطبخ الهوانم. عايزه اقول لكم ان في بعض الاحيان كده بيبقى في اكلات معينه اقول ايه، معقوله هاكل ده مع ده؟ يعني معقوله سفره واحده تبقى بتضم مثلا صنف حلو بزياده ومعاها صنف حادق بزياده، حاجه مثلا تبقى سخنه قوي وجنبيها حاجه حلوه ساقعه قوي 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 ومتلجه، اكل مثلا معقوله هاكل فراخ واكل معاها جمبري؟ في حاجات كده بتبقى صعبة قوي انها تبقى مدموجة مع بعض. عشان كده لما ضيفي قرر ان هو يعمل لنا النهاردة اكلة بتضم فراخ مع جمبري، قلت يا ترى هيعمل لنا ايه؟ بقيت محتارة ومش عارفة اشوف، قلت طب اشوف، استنى كده واشوف، هتعلم منه يعني هعملها ازاي، يمكن عنده طريقة معينة، يمكن عنده وصفة مختلفة. عموما رحبوا معايا بضيفي اللي منورني النهاردة، الشيف مصطفى الرومانتي، اللي هيعمل لنا صدور فراخ صوص الجمبري. منورنا يا شيف، وكل سنه وانت طيب. ربنا يخليك يا استاذ، اخبارك ايه؟ كله زي الفل، كله كويس، بالصحه والسلامه، كله الحمد كويس. لله. عايزه اقول لكم بس على معلومه عن الشيف مصطفى الرومانتي، ان هو مش بس شيف، لا هو كمان شاعر. هو النهارده محضر لنا قصيده شعر بقى هنعرفها كلنا مع بعض. احكي لنا الاول ايه بقى موضوع جمبري مع فراخ؟ انت لخبطت لي كل حاجه، انت لخبطت لي مفهومي للمطبخ. هنعمل صدور فراخ، ايوه، وعليها صوص جمبري، يعني حاجة كده واخد بقى شبت وكريمة لباني وحاجة حلو قوي 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 ان شاء الله. طيب يلا نبتدي عشان الوقت ما يسرقناش، لان عارف دايما حلقة يوم الجمعة دي بتبقى حلقة قصيرة نسبيا. هو شغال اعلى درجة، تمام، واعلى درجة زي الفل. طيب خليني اقول للسادة المشاهدين على مقادير صدور الفراخ بصوص الجمبري. هي عبارة عن صدور فراخ، معانا يكون جمبري كبير، ولو مش جمبري كبير ممكن نستعمل اي نوع جمبري، كريمة لباني للطهي، روز ماري فريش، شبت، ثوم، بصل ابيض. ولو ما هنعمل المكرونه، ولا خلينا نقول وصفه المكرونه بعد كده؟ المكرونه هتبقى بصوص الريكفورد، حاجه كده برضو هتبقى مختلفه، دي بتبقى افار يعني، بتبقى محطوطه على جنب سايد لوحده. طيب عموما خلينا برضو نقول لكم على وصفه المكرونه اللي هي الباستا. هي عباره عن مكرونه جبنه روكفور وكريمه لباني، يعني ما فيش اسهل من كده. حلوه قوي قوي قوي. طيب اوطي سنه؟ ماشي. ولا اوكي، وطيت سنه. طبعا زي ما انتم شفتوا إيه مصطفى عمل ايه، حط الزبده مع الزيت عشان الزبده ما تتحرقش، صح كده ولا غلط؟ لا لا، زبده مع زيت، زبده مع زيت. ونزل على طول الفراخ بتاعتنا، وطبعا النار لازم تبقى عاليه عشان الفراخ ما تنزلش الميه بتاعتها. ايه بقى الفكره بتاعت الطبق ده يا شيف؟ والله يا فندم يعني قلت تغيير، يعني تنوع شويه، انا بحب دايما فكره الاختلاف يعني. طبعا انا مش عارفه اقفلك فين. لا زي ما انت يا فندم، انا هقول لك على فكره حلوه. اتفضل. دي ناحيتي ودي ناحيتي. خلاص تمام، لما تعوز حاجه من هنا قول وانا ناولها لك. ايه رايك؟ اتفقنا. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب ايه بقى موضوع الشعر معاك؟ انا بحب دايما وانا واقف في المطبخ كده بدندن، يعني ممكن اكتب قصيده عن وصفه انا بعملها. شفته؟ ممكن اكتب حاجه بالليل اول ما بروح كده من الشغل، اكتب حاجه بقى مثلا عن مواضيع اجتماعيه، مواضيع مختلفه. طب والله افكار حلوه دي. كمان انا عندي ديوانين شعر، يعني ديوان ليه علاقه بالاكل. انا عارفه انت مش اول مره تطلع معانا مصطفى يا جماعه، بيطلع معانا دايما، ودايما الحقيقه بيقدم لنا قصيده شعر، وبتبقى دايما حلوه قوي قوي زي الاكل اللي هو بيعمله. ده شرف ليا يا فندم. الله يخليك. طب ما هتقدم لنا ايه النهارده؟ يعني سيبك من ان هتعمل لنا جمبري ومعاه صدور الفراخ، القصيده بقى ايه؟ القصيده بقى زي كل سنه زي ما بفاجئ حضرتك كده، قصيده اسمها اصوم ازاي؟ اصوم ازاي؟ اصوم ازاي؟ ما هو فعلا سؤال مهم جدا. بالظبط. اصوم ازاي يا جماعه؟ ها؟ القصيده بتقول ايه؟ ايه؟ واصوم ازاي؟ وهي كنافه بالمانجا، زلابيا نوتيلا بلح الشام، عيونها كأن قمر الدين، خدودها بجد كرم الخام، بشوفها كأنها قشطة، بشوفها كأنها قشطة، كلير محشية بالفستق، بسيسة غنية بالشربات، وجوز الهند والبندق، وضحكتها قطايف حشواها بلوتس، رموشها يا ناس رموش الست، معاها بجد بتحول، وشوفنا لقينا أنا اتثبت، أنا ما بقتش بتسحر. أنا ما بقتش بتسحر لأني بشوفها بنساني، وبفطر حتى على صوتها، مريض أنا بيها وبعاني. أصوم إزاي؟ أصوم إزاي؟ يا أستاذة نهى
وكل دقيقه ابص لها اشوفها حلاوه طحينيه. الله. في ايدها الميه تصبح تمر فبشرب بحر حنيه. خلاص خلاص ما بقتش عارف اصوم، شايفها بقلب بسبوسه، وحتى صورتها في الجلاش بتبعت ليا كام بوسه. شايفها حليب خشاف بزبيب وموكا لاتيه مع الكيكه، غرقت في حبها وحاسس كاني في حله الويكه. الله عليك. الله الله الله، اصوم ازاي فعلا؟ بعد كل الكلام الحلو اللي انت قلته ده نصوم كلنا ازاي؟ مش انت بس. اهي الفراخ بتاعتنا ابتدت تاخد اللون الذهبي الجميل، ودلوقتي انت بتضيف لها روزماري. روزماري يا جماعه بتبقى ريحته حلوه حلاوه، يعني انا بحبه الحقيقه مع كل اللحوم. ناخد بقى طاسه ثانيه عشان نعمل صوص الجمبري. انا متشوقه جدا ان انا اشوف صوص الجمبري. هيعجب حضرتك جدا ان شاء الله. هشغل هنا. يلا انا هشغلها لك. اتفضلي. تسلم ايدي. طب وقعيتني عملت حاجه يا ست الكل، كفايه وقفه حضرتك، ده احنا زدنا شرف جنبي. ربنا يخليك يا رب. وكتبت ايه تاني يا مصطفى؟ انا كاتب قصيده تانيه. ها؟ جديده بس هي مالهاش علاقه بالطبخ شويه، نبقى نختم بيها ان شاء الله. طب حلو قوي قوي قوي. عايزه اقول لكم ان الريحه جميله جمال مش طبيعي. طب اعترف بقى يا مصطفى وقول لي انت في البيت مين اللي بيطبخ؟ والله انا يعني لسه عريس جديد. ها. فانا بطبخ انا والمدام. اوكي. يعني احيانا انا بطبخ واحيانا هي كمان بتطبخ معايا. احيانا هي كمان بتطبخ. اه. طيب احنا على بال ما الفراخ بتاعتنا تستوي شويه وتاخد لون ذهبي حلو نخرج لفاصل ونرجع لكم على طول. ورجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين مع الشاعر شيف مصطفى الرومانتي. مصطفى عملنا ايه قبل الفاصل؟ تعالى سريعا كده نقول للساده المشاهدين. احنا زي ما احنا بنسوي لسه الفراخ. تمام. وهنا بنعمل بقى ايه؟ شايفين اخذت لون حلو قوي اهو. ودلوقتي هنبتدي. خليني اوطي لك النار سنه. في صوص الجمبري. اه. على فكره يا جماعه انا بحب الجمبري جدا، بحب كل حاجه طالعه من البحر. بس عايزه اقول لكم كمان ان الجمبري ليه فوائد كثيره جدا، لان هو بيعمل على انزيمات، بينظم انزيمات الجسم، وبيساعد كمان في مقاومه الامراض السرطانيه، وبيفيد صحه الدوره الدمويه وخلايا الدم. وكمان لو اي حد بيعمل ريجيم، عارف المعلومه دي ولا لا؟ ياكل جمبري طبعا، لان الجمبري بيساعد في فقدان الوزن. مش بيخسس. اه طبعا. بس هو عشان ما فيهوش دهون، ما فيهوش كده، فبالتالي اللي بياكله ما بيتخنش قوي. ها عملنا ايه؟ نزلنا هنا بالبصل. ايوه. وبعد كده بمعلقه ثوم. تمام. وبعد كده هننزل بالجمبري. جميل جدا. يبقى جمبري مقشر. وعايزه اقول لكم الجمبري ما بياخدش وقت في السوى خالص خالص خالص. حبه ملح. ايوه. وحبه شبت. دايما السي فود بيحب الشبت. اه طبعا. طب اشمعنى بقى؟ انا قلت السي فود بيحب الشبت، ليه بيحب الشبت؟ يعني انا الريحة؟ بشوف من الريحه طبعا، والطعم متجانس معاه اكتر. صحيح. من اي خضره ثانيه. صحيح. اتفقنا. دي ناحيتي ودي ناحيتك. انا بس عشان الفراخ تستوي معايا كويس. طيب احنا دلوقتي اهو الجمبري ابتدى ياخد لون. تمام. مجرد ما ياخد لون معايا شويه هبتدي ان انا انزل بقى بالكريمه اللباني. حلو قوي. انا بحس ان الكريمه اللباني بتحلي اي حاجه. طبعا. انا بستعملها في كتير قوي. المكمل بتاع اي اكله. طبعا طبعا. عايزين بس نفكر الساده المشاهدين ان احنا بما اننا قربنا على الاعياد، على عيد الفطر، فحابه اقول لكم بس ايه بالراحه كده وواحده واحده على معدتنا، مفيش داعي ان احنا نصدمها وايه وناكل الاكل بقى اللي هو الكحك والغريبه والفتيفور والحاجات دي كلها، لا خلينا واحده واحده كده عشان ما يجيلناش تلبك معوي. يعني هم فاضل كام يوم يا دوبك على العيد، ونفطر بعديها وناكل كل اللي نفسنا فيه. فيا ريت بالتدريج وبالراحه كمان على الفسيخ والرنجه،
مفيش داعي ان احنا يجي لنا تلبك معوي، عايزين نقضي اجازه العيد كده ايه في سلام وامان. بالظبط، ولا ضغط ولا اي حاجه. وعايزه اقول لكم ان احنا ممكن مثلا ايه نبتدي نكسر صيامنا على تمر، كوبايه عصير، بعديها مثلا ايه ممكن ان احنا نقوم نصلي، نجهز السفره، بعدها بشويه بنص ساعه ولا حاجه ممكن ناكل برضو اكل خفيف، شويه شوربه، يعني حاجات كده بسيطه ولكن في الوقت نفسه بتبقى واحده واحده على معدتنا. عملت ايه يا مصطفى؟ نزلت الكريمه اللباني فقط، ما عنديش اي حاجه تاني خالص. طيب ومعانا هنا المكرونه المسلوقه، حلوه قوي. ابتدي بقى اطلع الفراخ. ايوه انا احب بقى اتفرج قوي على طريقه التزيين، طريقه التزيين الطبق دي بتفتح النفس بشكل فظيع. واكيد انت سيد العارفين بقى. ربنا يخليك يا فندم. طب هتختم لنا بايه؟ مش عايز الوقت يسرقنا من غير ما اسمع. لا لا اسمع، اسمع حضرتك. حاضر، يلا سمعني قصيده تانية. عناي نبتدي بس ان احنا ننزل بال، لا انا حابب بس ان هو يبقى ايه يتماسك شويه. تمام، احنا ممكن دلوقتي عقبال ما هو ما يمسك نفسه شويه نشتغل في الايه، في المكرونه. في المكرونه الطاسه الثالثه بتاعتنا. تمام للنهارده. احنا بقى ممكن نجيبه هنا مع نفسه. يلا بينا. تمام، ونشتغل على ايه؟ انا بحب النار دي الحقيقه. ناخد لوج هنا من ال، ده عملت ايه بقى هنا؟ ده بشاميل. بشاميل المفروض بس واضح انه بشاميل جامد شويه ولا هو جامد؟ تقيل شويه تقيل، بس انا هبتدي ان انا اخفه بالكريمه. حلو. تمام، طبعا زي ما احنا عارفين طريقه البشاميل ان على كل معلقه زبده او سمنه حسب الرغبه بيبقى عليها معلقه دقيق، صح كده ولا غلطان؟ تمام يا فندم. لا صلح لي لو انا غلط. لا لا تمام. هبتدي هنا انزل بالكريمه. ايوه، ونقلب الخليط ده. تمام، هنا الصوص طبعا اكيد ايه بدا يمسك. بدا يمسك نفسه اهو. حضرتك شم الريحه؟ الريحه خطيره. نفس جميل جدا بجد، ريحه خطيره خطيره خطيره. مين اشطر في الطبيخ، الرجاله ولا الستات؟ اعترف. والله يعني صعب جدا بشكل شراحه النهارده. شكلك مش هتروح النهارده. انتوا الاساس طبعا يا فندم، احنا بنتعلم أيوة. منكم، انتوا الاساس. ومهما كان اي قدره اي شيف على استيعاب المعلومات اكتر لدراسه الخبره لاي اكلات جديده، برضو احنا عندنا الام او الست اللي في البيت هي طبعًا. الاساس هي طبعًا. رقم واحد طبعا. طبعا هو بيقول كده عشان هو لسه عريس جديد. هنزل هنا يا فندم بحبه. قدامنا دقيقه ونص، فلو عايز تختم بالقصيده بتاعتك لازم هنا هو. بصوا بقى، حط الروكفور، الجبنه الروكفور على الكريمه اللي على البشاميل. وانا مش هكتر منها لان هي طبعا حضرتك عارفه طعمها طاغي جدا جدا، فهتضيع طعم اي اكل معاها. طيب ادي كده ايه صوص الكريمه بتاعتنا. تمام، بالنسبه لصوص الجمبري اعمل ايه؟ هننزل بقى بيه دلوقتي. يلا وانا هقلب لك ده. تمام، تسلم ايدك. يلا نبدل اماكن اهو، هقلب صوص الروكفور لغايه لما يبقى متجانس مع البشاميل ومع الكريمه اللباني. الله الله الله، لا 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 انتوا مش فاهمين، انا اصلي شايفه الطبق اللي بيتغرف ده، انت جوعتني جدا 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 زياده عن اللزوم. وادي المكرونه بتاعتنا، جامد جامد جامد. تسلم ايدي. ايوه صحصح المكرونه كده لان طبعا صح بدري. وبرده زي ما احنا انا كل يوم بقول لكم الحقيقه نفس الكلام ده، ان يا جماعه ما تهروش المكرونه، المكرونه ما بتحبش طبعًا. انها تتسلق جامد، لازم السوى كامل اللي ربع، ثلاث ارباع سوى اللي هي قلبي، ثلاث ارباع سوى هو ده الطريقه المظبوطه عشان نسوي المكرونه بتاعتنا. يلا وهنغرف المكرونه. اتفضل. اتفضل لو عايز تغرف المكرونه. تمام، عشان الوقت ايه. تسلم ايدك. للاسف الوقت سرقنا. مصطفى انت نورتنا، نورت مطبخ الهوانم. ربنا يخليكي، ده شرف ليا. ويلا يلا نحط في الطبق. وكنت سعيده جدا ومبروكه القصيده الجديده لانها فعلا حلوه قوي قوي قوي.
وبنشكرك جدا جدا، وكل سنه وانت طيب ومبروك الجواز. بألف صحه وسلامه. الله يخليك، الله يخليك يا فندم، ربنا يخليك. شكرا جزيلا، نورتنا. الله يبارك في حضرتك. طيب. الله يبارك في حضرتك. والحقيقه عملت لنا اكل النهارده حلو قوي قوي قوي، صدور الفراخ مع الجمبري، كانت اجله جديده خالص على مطبخنا، مطبخ الهوانم. ان شاء الله تعجبكم، يلا طبقوها على سفره النهارده. وبالف هنا وشفا، وحلقتنا خلصت للاسف. هتوحشوني لغايه ما اشوفكم بكره على الف خير ان شاء الله، مع ضيف جديد ووصفه جديده. باي.